نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة العام الثالث على مبادرة جيل جديد برعاية الرئيس السيسي لترسخ في شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة قيم الولاء والانتماء. ساهمت المبادرة في الارتقاء بأفكارهم وثقافتهم وتعريفهم بالمشروعات القومية عبر منتدياتها المختلفة والتي استضافتها بعدد من المحافظات. استطاعت مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية أن ترسخ في شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة القيم الاجتماعية والوطنية وقيم الولاء والانتماء، منذ أن أطلقتها وزارة الداخلية لبناء الإنسان في هذه المناطق ثقافياً وفكرياً. وبمناسبة بداية العام الثالث للمبادرة، نظمت الوزارة احتفالية بمنتجع عين الحياة التابع للوزارة بمنطقة الفسطاط. استمتع خلالها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة بالألعاب الترفيهية. لما تشوف أفضل حلفين يحمو يبنو اليوم الدين وليك يا مصري رد الدين لأجل بلدنا بالأعمار. النهارده بنحتفل بالعام الجديد الثالث، وفخورة جدا ان انا في مبادرة الجيل الجديد. تعلمت ان انا ابقى عندي مشاركة ايجابية، وتعلمت ان ابقى عندي طموح. فبجد فرحانة جدا وبشكر سيادة الرئيس. دي ثالث سنة في مبادرة ضمنا فيها، بصراحة فخور قوي وشفت حاجات وتعلمت حاجات وانا اقدر اكمل عشان احقق حلمي. المبادرة التي استطاعت تشكيل وجدان الشباب وزرعت فيهم الامل والحلم والتحدي وغيرت حياتهم للافضل، تضمنت احتفالية بداية عامها الثالث حلقات نقاشية عبر خلالها الشباب عن تطلعاتهم وآمالهم وتمنياتهم لمستقبلهم، بعد أن فتحت لهم مبادرة جيل جديد أبواباً من الطموحات والأحلام يمكن تحقيقها. أنا هسألك سؤال يا حبيبة، إيه الحلم اللي كنت بتحلميه زمان قبل ما تتنقلي الأسمرات؟ كان حلمي قبل ما أجي الأسمرات، كان حلمي دايما ان انا زي ما بشوف في التلفزيون مثلا اولاد بيروحوا نوادي كده، فكان حلمي ان انا اكون مشاركه في نوادي قصر ثقافه الكلام ده. فلما رحت حي الاسمرات كان الكلام ده كله متوفر. ايه يا خالد اللي اتغير فيك وانت حاسس ان وجودك في مبادره كلنا واحد غيرك وخلاك تبص للدنيا بشكل مختلف؟ المبادره خلتني عندي طموح. بتقعد على الفيسبوك كتير يا خالد؟ شوف ناس بتهاجم بلادك او بتهاجم مؤسساتها. ايوه بشوف، بس اي بني ادم هتقابله مشاكل في حياته، المهم ان هو يعافر. مهم ان هو يعافر، ما يهموش كلام الناس. ما يهمهوش كلام الناس. بداية المبادرة كنا حاجة ودلوقتي بقينا حاجة ثانية خالص. علمونا ازاي نتعامل مع الناس ونحترم اسرتنا ونحترم بلدنا، ولسه في طموحات جاية كتيرة قوي. تعلمنا من مبادرة حاجات كتير قوي، تعلمنا الإرادة والتحدي وإزاي نخاف على بعض. شفت في مبادرة الجيل الجديد بلدنا بتتطور للأحسن وإحنا بنتطور معاها. شهدت الاحتفالية حضورا من عدد من الفنانين والإعلاميين وخبراء الموارد البشرية الذين أثنوا على المبادرة وما لمسوه من تغيير في هؤلاء الشباب خلال مراحل المبادرة. مبادرة كلنا واحد جيل جديد، ثلاث سنين النهاردة بنحتفل، مولود جديد بيولد أمامنا جميعا، بنشوفه إحنا شهداء على هذا الفكر، على هذا التطور، على هذا البناء العظيم. وليس المقصود بالبناء البناء المعماري فقط، ولكن بناء العقل. شفت قد إيه هناك فكر متطور، هناك لغة أخرى، هناك شباب جديد، جيل جديد فعلا. فأنا يعني بتقدم باسمي واسم كل فنانين مصر بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة جيل جديد. أجمل كلمة سمعتها النهاردة، إحنا ما كانش عندنا أحلام قبل ما نروح المناطق الحضرية، وبقى عندنا أحلام الحقيقة مختلفة. بيشتغلوا، بينتجوا، بيتعلموا، بيجوا هنا بيشوفوا بلدهم. دي الناس اللي الحقيقة ما يتخافش على الوطن طول ما تفكيرهم بهذا الأسلوب. قدرنا إن إحنا نسجل نجاح كبير جدا في شخصية الشباب دول. متخيل قد إيه الشباب دول قدروا يتطوروا تعليميا وسلوكيا وأخلاقيا. مبادرة إيجابية، مبادرة بناءة، مبادرة بتهدف لخدمة الإنسان، لأن بناء الإنسان وتطوير الإنسان ووضع مفاهيم جديدة للشخصية المصرية اللي تواكب الجيل الجديد وتواكب الجمهورية الجديدة، هو ده اللي إحنا بنهدف ليه. أجيال طلب مصري جديد بتقول دايما.
الاحتفالية استعرض خلالها الطلائع مواهبهم. أنا مصري بلدي، أنا مصري بلدي وأفتخر بترابها أرضي، وإن كان ما بيني وبينها نار هدوس وعدي، وهيجي يوم وتعرفوا قيمة البلد دي، بتحدى بيها الدنيا وأنا قد التحدي. شفنا في المبادرة إنجازات بلدنا العظيمة، وفخورة إن أنا جزء من المبادرة دي، زي ما أنا مفخورة ببلدي اللي شفتها من خلال المبادرة. اتعلمنا في المبادرة دي يعني تسامح لما زرنا المسجد والكنيسة في العاصمة الإدارية، وعرفنا إن هم بنوا في نفس الوقت، وعرفنا إن إيه تكافل اجتماعي، وقد إيه مصر دي بلد عظيمة، وإن شاء الله إحنا نكون جزء من المستقبل ده. ضمن الأشياء اللي استفاد منها برضه من خلال هذه المبادرة الرائعة، زودت معلوماته، بدأ يبحث عن كل ما هو جديد في بلدنا العظيمة، غير سلوكياته. نفسه يبقى مثلا زي الضباط اللي هنا، اللي هو بيبقى جاي هو عايز بقى ان هو المره الجايه يبقى هو اللي مع الاولاد. في حاجات كتير شافها في البلد ما كانش يعرف عنها حاجه. العاصمه الاداريه يعني كدوهم اسبوع كل يوم كان بيوروهم مكان شك ومبنى شك. في حاجات كتير انا عن نفسي ما كنتش عارفه عنها حاجه، بس معانا في التلفزيون. الولاد صراحه اتغيروا كتير، لفوا يعتبر البلد كلها من محافظه لمحافظه، بيتفرجوا على المشروعات الجديده، الصناعات اللي بتعملها الدوله. صراحة الولاد بقى عندهم تغير في السلوك والانتماء والفكر، بقى بيحبوا بلدهم أكتر، كل مرة بينتظروا الزيارة الجديدة في المبادرة عشان يتعلموا حاجة جديدة ويستفادوا حاجة جديدة. كما كانت فرصة لتقديم فقرات فنية وغنائية لاقت تفاعلا من الجميع. شفنا حقيقة بلدنا بتكبر يوم ورا يوم، واحنا بنتغير حتى حياتنا بقت للأحسن، حلو بقى قدامنا بيظهر. شفت مجهود المهم اللي بتبذله وزارة الداخلية علشان تربطهم بالبلد أكتر، توريهم الحاجات الإنجازات اللي بتحصل على الأرض. أبدأ أهيئهم إن هم يبقوا نماذج في المجتمع، نماذج قوية، نماذج مفيدة. سعيد إن أنا موجود النهاردة، وسعيد إن أنا شايف التطور ده اللي بيحصل في الشباب. يعني أنا شفت البدايات بتاعتهم كانوا بيفكروا إزاي، وبعد كده لما حصلت المبادرة دي ودخلوا فيها دلوقتي بيفكروا إزاي وتفكيرهم كله اتغير. يعني جيل بيعرف يتعالج، بيعرف يتعامل في التكنولوجيا، بيعرف يتعامل في كل الأضرار، بيتعامل بالأسلوب الراقي. في ختام الاحتفالية وجه شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية. بابا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا وزمايلي في مبادرة كلنا واحد جيل جديد بنشكر حضرتك إنك فعلا غيرت حياتنا وعملت لنا المبادرة الحلوة دي وخلتنا نشوف الدنيا بشكل تاني. المبادرة خلتنا نزور أماكن ما كناش مصدقين إنها حقيقية، وعرفنا إن كل حاجة اتعملت كانت مهمة لمستقبلنا، وإن هي دي مصر الجديدة. ده احنا كمان بنغير أهالينا وأصحابنا. احنا فكرنا إزاي نوصل إحساسنا لحضرتك، فكتبنا لك الجواب ده. احنا كلنا بنحبك ونفسنا نقابل حضرتك لأنك أملنا في بكرة، وعلى إيدك نحقق كل أحلامنا. شكرا يا بابا.